المركز الثاني، لكن شانية يتقدم حمد بن محمد دعبة جمايل مع المركز الرابع محمد بن صالح بن عفيشة. السيارة السيارة بالانتظار، السيارة لمن الدهن يطير يطير من أرضية هذا الميدان، ميدان العرفة. الله 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 الله، مع الشانية محمد بن سعيد الدهن مع السيارة، السيارة مع أبو سعيد، أبو سعيد مع السيارة. الله الله، قد مرنك قد مرنك أبو سعيد على فوز الشانية بالمركز الأول. ها هنا لحظة وصول الشانية محمد بن سعيد الدهن وعلى حصولها السيارة. المركز الثاني خلف بن نايف الفرتاج الشمري والقادمة بكل قوة، انتصار انتصار فهد بن راشد البتلة قادم على المركز الثاني، وسيدة قادمة والأسماء الواصلة شوشرة يا شوشرة، ولكن الشحانية وانتصار اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة، الشحانية وانتصار. الله الله الله، انتصار انتصار والشحانية صامدة إلى هذه اللحظة على المقدمة على الصدارة مع الأمتار الأخيرة، ولكن الخطر من انتصار، انتصار والشحانية اللحظات الأخيرة، انتصار انتصار الشحانية الأمتار الأخيرة. الله الله الله، إذا تهانينا تهانينا والناموس لمالك انتصار فهد بن راشد البتلة على حصوله بالمركز الأول. المركز الثاني الشحانية عبد الهادي بن خليل الهاجري، المركز نايفة عبد الله بن رويشد الجهني، ولكن أعود للصدارة للمركز الأول لكي أتابع من حاف على الصدارة وعلى المركز الأول صالح بن رشدان المري، ولكن الله يا سلابة فهيد بن محمد بن بتلة مع انطلاقة سلابة، والفرتاج واصل مع انطلاقة شعارة وانطلاقة شقرة، ولكن من حاف على الصدارة على المركز الأول من حاف شقرة سلابة، ولكن شقرة غيرت الأمور. سلام بو نايف سلام، سلام حايل سلام، تحية واحترام لخلف بن نايف الفرتاج الشمري. مركز الثاني فهيد بن محمد بن بتل، المركز الثالث صالح بن رشدان قادمة وصل مقحص بن منيع القحطاني مع جلمودة. الله الله، وصلت جلمودة ولكن ينبع على الصدارة والمقدمة حماد بن بركة الجني، والقحطاني يتسلل ليقدم لنا جلمودة في هذه اللحظات، ولكن وصلوا ابناء الوادي الظبي الظبي تركي بن صيب الدوسري، الظبي وجلمودة جلمودة والظبي، اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة ما بين الظبي وما بين جلمودة، تركي بن صيب الدوسري ومقحص بن منيع القحطاني، ولكن سلام من الله عليكم يا ابناء الوادي على هذا الانتصار. تركي بن صيب الدوسري ثاني الاسماء، جلمودة ومقحص بن منيع القحطاني ثالث الاسماء، بن سعيد الدهن. لكن القادم شهب يا شهب ماجد بن صالح اليومي يتقدمون ابلاي نجران، لكن الحاكمة محمد بن سلمان الدوسري يتقدمون ابناي الوادي. مشهورة مشهورة صالح بن فرج اليومي يتقدم مع المركز الخامس، لكن شقرة يا شقرة يا شقرة محمد بن سعد بالاسود. الله يا بالاسود،
مع شقرة والأمتار الأخيرة. إذا تهانينا والناموس مالك الشقرة محمد بن سعد بن الأسود صاحبة العوايد وصاحبة الإنجازات راعية العوايد ما تخلي عوايدها. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول من الشانية عبد الله المحارب الشمل المركز الثاني. هوايل هوايل عبد الهادي بن خليل الهاجري من يغير من مركز الى مركز وعين على الصدارة، ولكن العودة الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول شعار محمد بن سعيد الدهن المري على اول المراكز على صدارة الشوط مع الشاهينية. الله 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 يا الشاهينية على المقدمة على الصدارة، ولكن وعد وعد وهوايل. الله 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 وعد قادمة بكل قوة. سليمان بن حمد بن جبرين من يغير الأمور مع اللحظات الأخيرة وهوايل قادمة مع الهاجري، ولكن وعد وعد يا وعد. إذا تهانينا تهانينا والناموس لسليمان بن حمد بن جبرين على حصول وعد بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية محمد بن سعيد الدهن المري المركز مغادرة على الصدارة على المركز الأول بشعار بن رشيد من يقدم لنا مغادرة على الصدارة في حاب ظفر الرشيد اليامي. والمركز الثاني وتابع بن الدهن مع انطلاقة الشاهينية من غير الأمور. والمركز الثالث يصل الخالدي في هذه اللحظات مع انطلاقة مرعبة مساعد بن ترك الخالدي غير الأمور وانتقل للصدارة. للمركز الأول يقدم لنا مرعبة مع انطلاقة 200 متر الأخيرة واللي وصل وصل بن علي، ولكن سلام يا الخالدي سلام سلام يا القصيم سلام تحية واحترام لمساعد بن ترك الخالدي على فوز مرعبة بالمركز الأول. المركز الثاني وصل راشد بن بخيت بن مقارح مع بينما العبداني على ثاني الأسماء يقدم لنا بنت الحنيش عبد الرحمن بن مشرف العبداني والقادمة جلمودة. راشد بن علي بن طحنون الهاجرية من يقدم لنا جلمودة على المستوى الثاني تنطلق على ثاني الأسماء، ولكن براكين على الصدارة والمقدمة. هنا ناس عيد بن ناصر بن مغيثة الهاجرية وجلمودة على ثاني الأسماء راشد بن علي الهاجرية، ولكن براكين هي من انطلقت مع سعيد بن ناصر بن مغيثة الهاجرية ينطلق نحو الناموس والانتصار. هنا في هذه اللحظات وهذا الانطلاق الممتاز، هنا مع هذا التحدي والانطلاق المميز، هنا في هذه اللحظات سعيد بن ناصر بن مغيثة الهاجري تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثلاث أسماء جلمودة راشد بن علي الهاجري، وثلاث أسماء هنالك النايفة عبد الله بن رويشد الجهني. يقود هذا الشوط خير قيادة وريادة يحاور ويناور على الصدارة، ولكن الأسماء قادمة مرعبة هي القادمة مساعد بن ترك الخالدية والقادم حمد بن حذلين الحربي وكذلك حماد بن دحل الشمري والقادم شعار بن رملان. نعود إلى الصدارة إلى المقدمة الأولى وإلى شعار بدلح مع رعود، ولكن مرعبة مرعبة والمتابعة متحدة ورعود. الله الله رعود والمتحدة المتحدة ورعود اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة المتحدة اتحدت قواها وانطلقت مع الحربية لتكون مع الناموس مع الانتصار. سلامي عليك يا بن حذلين على هذا الأداء وانتزاع المتحدة لناموس هذا الشوط. ثاني الرعود علي بن راشد الهاجري. هذه المراكز وصلت الزعيمة سالم بن محمد الرزق اليامي يتقدمون أبناء نجران على المركز الخامس، لكن أعود إلى المقدمة إلى رتم رتم مع الصدارة وشعار محمد بن ناصر الهاجري مع رتم. لكن ولا يا ولا محمد بن مسعود المري على المركز
المركز الثاني. وصل في هذه اللحظات وصلت وديان مترك بن حميان الدوسري، لكن مرعبة مساعد بن تركي الخالدي، لكن رتم ولكن مرعبة ورتم اللحظات الأخيرة مرعبة من انتزعت المركز الأول شعار مساعد بن تركي الخالدي. المركز الثاني رتم ولكن لنا عودة مع الصدارة مع المركز الأول لكي يتابع مغادرة وماركة مغادرة لدى هذا الشعار، شعار في حاب ظفر الرشيد، ولكن أبو ناصر غير الأمور مع انطلاقة الصدارة سعيد بن ناصر الهاجري، والمركز الثالث شجاع بن سويد الدوسري، والمركز الرابع اللي وصلت فضة محمد بن بوبح المري مع المركز الرابع، المركز الخامس وتابع الأسماء، ولكن سلام يا الهاجري سلام، تحية واحترام لمالك الضبية سعيد بن ناصر الهاجري على فوز الضبية وانتزاعها. أول دوسري غير الأمور في اللحظات الأخيرة شجاع بن سويد الدوسري. المركز الثاني المري، نعود وياكم مع سيل الوديان وانطلاقة وديان هنا مع مترك بن حميان الدوسري. الله على وديان وانطلاقة وديان، ولكن القادم القارة الله يا الأسماء الممتازة حتى هذه اللحظات، ولكن انطلق مترك بن حميان الدوسري ليكون اسمه على قائمة الفائزين، ولكن وصل الدوسري. الله يا نجمة الوادية علوش بن راجس الدوسري، ولكن خلاص حسمت الأمور مع وديان مترك بن حميان الدوسري مع الناموس. وسلام يا الوادي سلام على انتزاع وديان لهذا الشوط وهذا التحدي. مترك بن حميان الدوسري، بينما ثانيا نجمة الوادي علوش بن راجس الدوسري وثالث الهجوم والقدوم من قبل ماجد بن صالح اليامي يقدم لنا شهب، وهنا ثالث المراكز عايض بن هندي الدوسري يقدم لنا الذيبة، ولكن نعود إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى أول المراكز الشاهينية، تنطلق وترقص على سماعة الجهاز العصاف والأبطال، ولكن القدوم من قبل ماجد بن صالح اليامي وعود إلى المقدمة إلى الصدارة. أتقلهم باي 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 جود مورنينج، أسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الناموس المميز. سعد بن صافي يقدم لنا الشاهينية، هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني حمد بن لملح المري، وثالث المراكز بالعتيق بن قريع على المركز الثالث المركز الرابع والمركز الخامس نجمة الوادي علوش بن راجس الدوسري. لكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى شهلولة مع المركز الأول. يا سلام شهلولة مع مقدمة الشوط محمد بن سعد بالأسود، ولكن طرايف مع المركز الثاني مبارك بن محمد بن قطامي يتقدم مع طرايف، لكن شهلولة وطرايف، طرايف وشهلولة بن قطامي بالأسود. الله الله الله، لكن شهلولة لكن الأمتار الأخيرة شهلولة، النقطة الثانية في صباح هذا اليوم في هذا الشعار. تهانينا وناموس مالك شهلولة محمد بن سعد بالأسود، تهانينا وناموس مالك هاي طرايف مبارك بس بن محمد بن قطام المركز الثالث أول المركز الثاني أرذي بعايض بن هندي الدوسري مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى الأسماء القادمة، ولكن الشاهينية انفردت بالصدارة بالمركز الأول.
مع انطلاقة محمد بن محسن العجمي يقدم لنا الشاهينية على الصدارة وعلى المركز الأول بلا منازع ولا منافس. سلام بو محسن، سلام سلام يا الشامري، سلام تحية واحترام لمحمد بن محسن الشامر العجمي على فوز الشاهينية وانتزاعها لناموس هذا الشوط، وهاي ساعة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والتحدي. تهانينا والناموس لمحمد بن محسن العجمي المركز الثاني، فهيد بن راشد بن بتلة والمركز الثالث، انطلاقة الشاهينية وتحديات الشاهينية، وثالث الأسماء محمد بن محسن العجمية والقادم شعر بن صافية وكذلك علوش بن راجس الدوسري. نعود مع جلمودة وتحديات جلمودة، هنا مع الانطلاق حمد بن راضي الهاجري من ينطلق مع هذا التحدي وهذا الانطلاق، والشامري هو القادم محمد بن محسن الشامري، ولكن غير شعار عبد الهادي بن علي المري وصل مع راهية وسلالة راهي. الله يا بن علي، الله يا بن علي، مشكور على هذا الأداء، وسلام يا النعيرية، سلام على هذا الفوز، مشكور يا أبو محسن على هذا الانطلاق وانتزاع راهية لناموس هذا الشوط. ثانيا هنا محمد بن محسن العجمي وثالث النجمة الوادي علوش. المركز الأول من المركز الرابع إلى الثالث إلى الأول، وهي على أول المراكز وهي على الصدارة. هنا المركز الأول حمد بن راشد، أدعبه الله يدعبه، القدوم من قبل اشتعال سيف بن ناصر العاضي، أعود إلى المركز الأول إلى الدعبه ومن يغادر، ولكن رحبوا معي بهذا القدوم وهذا الهجوم. وصلت الشاهينية علي بن مرسال اليامي، الله يا اليامي، تهانينا وألف مبروك على فوز الشذا بالمركز الأول، على فوزه وعلى حصوله بالمركز الأول، تهانينا والناموس على فوز الشحانية علي بن مرشال اليامي. ثاني المراكز وصلت هنا مشوشة، انطلق على أول المراكز على صدارة الشوط منذ البداية مقدما لنا عجائب وانطلاقة عجائب على أول المراكز، والقادمة راهية عبد الهادي بن علي المري، ولكن عجائب 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 عجائب، الله 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 الله، واللي وصلت العنود راشد بن محمد بن حلفان المري قادم بكل قوة، والله الله الله الله، وصلت رسمية حمد بن سالم بن أحويل يتقدم بكل قوة وعجائب صامدة اللحظة الأخيرة، ولكن رسمية تفاجئ الجميع وتنتزع المركز الأول مع اللحظة الأخيرة. تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن أحويل المري على حصول رسمية بالمركز الأول المركز الثاني المري، ولكن أعود للصدارة، أعود للمركز الأول لكي يتابع عنود الصيد مع انطلاقة أبو حمد راشد بن حمد بن حلفان المري، من يقدم لنا العنود والعصا في الأبطان مغروسة بدون أي تعليمات حتى هذه اللحظات، ولكن اللي وصل على المركز الثاني يصل بنبنة مع انطلاقة وعد، والوعد كالرعد يا ابو هادي مع انطلاقة المركز الثاني، ولكن ابو حمد ما زال صامد مع انطلاقة العنود راشد بن حمد بن حلفان والبنة على المركز الثاني، ولكن سلام تحية واحترام لمالك العنود راشد بن حمد بن حلفان المري على فوز العنود وانتزاع ناموس هذا الشوط المركز الثاني.
من التغير والتقدم الملحوظ غيرت هوايل 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 بشعار بن شريم من غير وانتقل إلى المقدمة. عبد الله بن سعد بن شريم المري ينتقل إلى الصدارة إلى المقدمة، أو عفوا هذه طرايف طرايف طرايف. مبارك بن قطام المري من غير إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول، طرايف يا طرايف على الصدارة على المقدمة بدون أي أوامر بدون أي تعليمات تذكر وتصدر. ولكن القادمة الفائزة الفائزة عبد الله بن رصد الدوسري قادم بكل قوة. الله الله الفائزة 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 غيرت واحتلت المركز الأول، فاجأت الجميع مع اللحظات الأخيرة. تهانينا لعبد الله بن رصد الدوسري على حصول الفائزة بالمركز الأول. طرايف على المركز الثاني، ملاحقة من سيوف على المركز الثاني صالح بن عوض الحليفي. والقادمة في هذه اللحظات بشعار السفران من يصل على المركز الثالث والمركز الرابع من الجانب الآخر. أتابع القدوم والوصول في هذه اللحظات من وصلت بشعار عبد الهادي بن علي المري، ولكن اليامي مع شواهين. الله الله يا شواهين، اليامي على المقدمة على الصدارة على المركز الأول. الله الله يا شواهين، سيوف قادمة بكل قوة والدرعية تصل، ولكن شواهين على المقدمة على الصدارة. مرسل بن هادي اليامي يرسل السلامات إلى نجران. تهانينا والناموس لمرسل بن هادي اليامي على حصول شواهين بالمركز الأول. المركز الثاني سيوف صالح بن عوض الحليفي، المركز الرابع الدرعية جار الله بن ديبان المري، وهنا القدوم من العلود راشد بن سعيد الراية. ولكن نعود إلى المركز الأول، هنا عبد الهادي بن علي يقدم لنا الشاهينية وأداء الشاهينية على المركز الأول. عبد الهادي بن علي المري والعصا فلبطان ترقص على سماعة الجهاز، ولكن القدوم من أوتار سعيد بن مصب المري. الله يا المري، ولكن نعود إلى الشاهينية. عبد الهادي بن علي المري ينطلق ويقدم لنا الشاهينية وأداء الشاهينية المميز والأكثر مميز. تهانينا والناموس على فوز الشاهينية بالمركز الأول عبد الهادي بن علي. المركز الثاني راشد بن سعيد الراية، وثالث المراكز حمد بن محمد البطين ينطلق في هذه اللحظات مع كتارة هنا من دون أوامر ولا تعليمات، ولكن شعار بالعرج هو القادم في هذه اللحظات مع صدى وتحديات صدى. الله الله، هنا راشد بن سعيد بالعرج المرية، والقادمة كذلك بشاير مع فاران بن عتيق بن قريع المرية. هنا في هذه اللحظات الأمور النهائية، ولكن القادمة هنا محمد بن عبد الرحمن العتيبية مع سلطة مع تحدياتها، ولكن الأمور مع بالعرج مع هذا التحدي ومع صدى. هنا راشد بن سعيد بالعرج المرية، تهانينا والف مبروك لراشد بن سعيد بالعرج المرية على انتزاع صدى. بينما ثاني الأسماء هنالك شعار فاران بن عتيق بن قريع، وثالثا شعار محمد بن عبد الرحمن العتيبي. في هذه اللحظات الحصينية مرسل بن هادي اليامي يغير وينتقل إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول. مرسل يا مرسل، الله الله الله، الحصينية على المركز الأول، ولكن البطين البطين البطين. الله 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 الله، طالب بن محمد البطين يعود من جديد ويحتل المركز الأول، ولكن بالراية يرفع راية التحدي والتهديد مع اللحظات الأخيرة. ولكن محايل والعنود والدرعية اللحظات الأخيرة شوط الختام. الله الله الله، إذا تهانينا تهانينا لمالك العنود راشد بن سعيد بالراية على حصول العنود بالمركز
الأول المركز الثاني محايل، طالب بن محمد البطين المركز الثالث الدرعية.